احمد يلا نوض سنعس غدا عندك مدرسه. ها بلاتي يا ماما غير شويش ما فيهاش الناس. نوض سنعس غدا راه خصك تفيق مع السبعه الصباح نوض. خمسة دقائق وغتمشي تنعس كتسمعني صافي واخا ابدأي حالا كاتي والآن أنت أيها الجراف عندك قصة وحشية ماما نعسات أنا غنبقى نتفرج Five hours later. كيفاش حتى نعست هنايا؟ هدتني عيني. اش كيعمل هذا هنايا؟ هذا نعس هنايا؟ علاش ما نعش في البيت ديالو؟ احمد نوض باش تمشي مدرسة نوض. احمد نوض تفطر دغيا باش تمشي مدرسة. احمد ماما خليني نعس هشويش عافاك هشويش نوض دغيا غير خمسة دقايق ونوض غير خمسة دقايق ما عندها ما تزيدك خمسة دقايق نوض وعافاك يا ماما عافاك اربي مع هاد الولد انا غنمشي نوجد لك الفطور نجي نجبرك نوضتي من بلاصتك كتسمعني شو هذا باقي نعس احمد نضره تعطلتي نوض بلاتي يا ماما شويش شمي شويش وهي اصلا باقا نص ساعه نوض دغيا مزيان داكشي اللي كان باقي ها علاش كنقول لك خصك تبقى تنعس بكري غنحسب حتى ثلاثة والله يحسك وما نوضتي حتى يجي لقرفصك فيا الناس واحد بلاتي يا ماما شويش جوج ونص ثلاثة صافي انا نوت تخاف ما تحشم يلا مشي توضى واجي تصلي ودوز الصفطر وبالزربة راك تعطلتي يلا واخا يلا جلس دغيا تفطر راك معطل وتينا عاد كتجلس على خاطرك يلا كول واخا بسم الله شو عندك تقول ما نعستي شي شهر ها والو
شو بركز مزيانتي نتهرقو عندك اما هاك مسح مسح ها علاش كنقول لك خصك تبقى تنعس بكري باش تشبع النعاس يلا كمل الماكله ديالك انا غنمشي نجيب لك الماليطه ديالك يلا كل دغيا راك معطل ساليتي ايه وعدي هذا رجع ينعس احمد نعم يلا راك تعطلتي على المدرسه وتيني عاد رجعت نعاس ايوا لا واه هذا النعاس هذا كامل فيك وحنا البارح نعسنا بكري ولا اولا ياك ما بقيتي فايق مورايا يلا جبدو الصفحة 35 حاضر أستاذ كنسمع الشخير شكون كيشخر في القسم أحمد أحمد نور أحمد يلا انتباه غنبدا الدرس مال هذا نعس ها ما نعرف احمد احمد احمد